من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه. بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنطومه اللي معصباني وعماله ترميني في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنطومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو، انت رايده ايه بالظبط؟ فهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طرت وقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر ناعم على طول ويتمنى نظرة رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق، يسمع منك يا حنطومة يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مطر اللي معادك يا بيت هنا. ابدا، انا قلت يعني اريح شويه. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله، ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براءة في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده أصله إيه؟ طب وكان لازمته إيه بقى الحوار ده كله لما أنت ناوي تلمها في الآخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما أنا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنا. مش لازم الضربة نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض، ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو حوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ آه، ومش مهم وصلني إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقولي ضرب بالحزام وعلامة في الوش. إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده. لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ اه، ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افادينا بره الملعب في غمضة عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، كنت
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. نوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا فايز بتابوكي؟
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليني اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفاسك امشي يا بت روحي شوفي شغلك يا بت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفاخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جت قادر يا كريم الهي انسي برايا. خلاص يا بت خلاص انت هتشحتي يا بت. طب قولي لي يا روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا اختي بتاعت الاعمال. اه مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بت هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. اه طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. اه طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانه من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز هو يا حاجة أول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. أنت هتستعبط؟ أنا ما أحبش كده، اتقوا شري. بصراحة يا حاجة إحنا بنجري نلقي لك أخبار أفندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحة كده يا حاجة إحنا بنعمل الحكاية دي يعني وإحنا متقدرين قوي. وأنا بصراحة بحب أفندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار أنت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقولك حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ وصيها علينا يا حاجه سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي لقضاكي بتضحكي علينا يا بت. علي ما ينفعش كده مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكم حاجه يا باشا وحيد المصحف. بتضللينا يا بت بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا الفور بيلعب في عيني. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري ما تقول لي اثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا وفي نفس الوقت رمى المعلومه لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكو؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده. انا ملزومه منكم ولازم تحموني. اه الناس دي ما بترحمش اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوري ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليك والله. يا خسارتك يا بنت بطلي ند بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك بقول لك انا خايفه انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي تعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلموا حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيا، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوح بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا مش عارفتي. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهج من البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. هموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا. اجري هات جيب العربيه. هوا. ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا. فوتنا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ ما تقعدي أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي فقلت ابص عليها. يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربيه يا حيوان. انا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. انا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده ما
بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمن. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده. شمعتك وشغلي معاكي على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ ملت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا خدي الشباب معاكي. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكل. دكتور الهردة. هردة يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانية كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي، والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال. اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف. انت رمانه ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ وزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتنا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص
ابقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قول لي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهويتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا. هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا انا هنزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده يا شاطره. نعم. بالراحه يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطه دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى يا شاطره. نعم. يا بنت بالراحه، مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكرين يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وما سونيا المحترم. مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطة. عودة يا سونيا، عودة يا حبيبي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. إيه يا بجاشي ده؟ ده أنت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيتها فراحة
وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها، وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا، ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت، انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي. ما يقدر على القدره اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت، ما تخافيش ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جره. معلم انا انت بس طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج، وكام ضحكه ميصه، وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي، واللي انت عايزه بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز ده من ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم. هتجوزك. هتجوزك.